أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل الإيمان بما يكون بعد الموت جملة؟ أن يقال أن نعتقد بما يكون بعد الموت جملة دون أن نفصل، هل هذا يكفي في اعتقادنا أم لا بد من التفصيل؟ بالنسبة للعام يكفي أنه يؤمن بالجملة، أما العالم فلا بد من التفصيل، من علم فلا بد أنه يؤمن بكل ما علمه بالتفصيل. نعم.